أهلا بكم من جديد. أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحضور مهرجان سباق الخيل الكبير الذي أقيم على كؤوس جلالة الملك وسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم على مضمار منطقة الرفة بالصخير. ولدى وصول سموه حفظه الله كان في الاستقبال الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن مهرجان سباق الخيل الذي يقام على كؤوس جلالة الملك المفدى يمثل جانبا من الاهتمام الذي يوليه جلالته حفظه الله بهذه الرياضة العربية الأصيلة وتحفيز الشباب على ممارسة إرث الآباء والأجداد المتمثل في رياضة الفروسية والتواصل مع مضمونها النبيل، معربا سموه عن سروره بحضور مهرجان كأس جلالة الملك المفدى لسباق الخيل نيابة عن جلالة الملك المفدى، منوها بما تشهده رياضة الفروسية من إنجازات كبيرة في ظل دعم فارس البحرين الأول جلالة الملك، والتي من خلالها استطاع أبناء البحرين من ترك بصمة واضحة المعالم بمضامير الخيل على المستوى العربي والدولي، مشيدا سموه بجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة في تنظيم هذا المهرجان ومختلف سباقات الفروسية واستقطابها لمختلف ملاك الخيل والفرسان من مملكة البحرين وخارجها لتبقى مكانة البحرين المميزة التي تحتلها على هذا الصعيد حاضرة ومتواصلة. كما حضر المهرجان مهرجان كؤوس جلالة الملك وسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين إفهرة معالي رئيس مجلس النواب سيد أحمد بن إبراهيم الملا وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة الفروسية. وفي ختام السباقات قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين، حيث سلم سموه كأس جلالة الملك للجياد المستوردة وكأس الميثاق إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك للنتاج المحلي إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، فيما قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد العربية إلى المالك الفائز حمد المريسي، مهنئا سموه الفائزين بكؤوس جلالة الملك المفدى وسباق المهرجان، وأشاد بما امتازت به مختلف الأشواط من منافسة شديدة عكست استعدادات الملاك والفرسان لنيل شرف حمل كؤوس جلالة الملك للخيل، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح. كما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتتويج الفائزين بسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، حيث قدم كأس البطولة إلى الفارس المتمرن البحريني الفائز بالمركز الأول عبد الرحيم جاسم وبحضور سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البحرين عبد الرضا خوري، فيما قام السيد جيسي سينغ مدير التسويق بشركة تيرتيسلز بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة. وكان مهرجان سباق الخيل الكبير الذي يقيم على كؤوس جلالة الملك قد شهد عددا من الفعاليات الترفيهية والعائلية والتي استقطبت جماهيرا كبيرة شملت سباقات 6 أشواط.
برعاية.